السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في تصحيح تمرين من درس المعلم في مستوى السنة الثالثة إعدادي. التمرين يقول: نعتبر المستوى منسوبا إلى معلم متعامد ممنظم. متعامد أي محوري المعلم متعامدان، ومنظم أي أو إي كتساوي لنا أو جي. إذا لاحظت الشكل الآتي: حدد إحداثيتي كل من النقاط. إذا المطلوب تحديد إحداثيتي مجموعة من النقاط. إذا حنا كنعرفوا بأن كل نقطة محددة أو معرفة بأفصول وأرتب، يعني إكس أ إيكغيك أ. الأفصول كنحدوه بعمل الإسقاط العمود على محور الأفاصيل، والأرسوب كذلك كنحدوه بعمل الإسقاط العمودي للنقطة على محور الأراتيب. إذن نبدأ بالنقطة. إذن عندنا أ. إذن الإسقاط على محور الأفاصيل كيعطينا 2.5. الأرسوب كذلك كنحدوه بالإسقاط على محور الأراتيب كيعطينا النقطة أو العدد 1. النقطة سي أو بي نفس العملية. إذن كنبدأ دائما محور الأفاصيل اللي هو المحور الأفقي. إذن العدد أو الأفصول ديال النقطة بي يعني كاين ما بين ناقص 1 وما بين ناقص 2، إذن هو ناقص 1.5، والأرتب هو تقريبا 1.6. النقطة سي، النقطة سي إذن جاية في الجزء الرابع. إذن كنبداو بالأفصول هو الأول دائما، النقطة سي، إذن هو ناقص 4. من بعد الأرتب اللي هو ناقص 1.5. الآن النقطة أ، النقطة أ، إذن هذه النقطة أ كنبداو بالأفصول. إذن الإسقاط على محور الأفاصيل كيعطينا النقطة أو العدد 1، والإسقاط على محور الأراتيب كيعطينا ناقص 2. النقطة F، إذا عندنا النقطة F كنبداو دائما محور الأفاصيل. إذا الإسقاط على محور الأفاصيل كيعطينا 5، وعلى محور الأراتيب ناقص 1. النقطة M، النقطة M توجد على محور الأفاصيل، وبالتالي الأرسوب ديالها 0. جميع النقاط اللي كاينة على محور الأفاصيل الأرسوب ديالها منعدم، إذن الأفصول ديالها يساوي ناقص 3. إذن ناقص 3 والأرسوب 0. النقطة N، N توجد على محور الأراتيب. جميع النقط التي توجد على محور الأراتيب الأفصول ديالها يكون منعدما. إذن كنحدو فقط الأرتوب ديالها. إذا الأفصول منعدم 0، والأرتوب يساوي 3.5.